السلام عليكم أسوأ سيناريو حصل لنادي الهلال أمام نادي العين وتخيلوا انتهى الشوط الأول ومتأخر بثلاثة صفر وأفضل أداء وبداية موفقة لنادي العين ونشوف الشوط الثاني ممكن يتغير الأمور ويعود من بعيد وعلى الأقل يقلص الفارق لأن عنده مباراة الـ ايهاب وهنا نشوف البهيلي بعد حادثه كريستيانو رونالدو بصراحه ما هو بهيلي وتسبب بضربه جزاء من هدف الثاني لصالح العين وصافرات الاستهجان لجمهور العين مع كل كره يلمسها البهيلي وخلي نشوف انا وياكم ولكم التعليق واعطي لايك للفيديو حتى يصعد واشوفكم بفيديو جديد